أبوجة؟ أبوي قال لي إنك قاعد وحدك هنا، قلت تلاقيك على لحم بطنك من الصبح، جبت لك لقمة كده. تسلم يدك يا موجة، بس أنا الحمد لله كلت. كلت متى بس يا مجاهد؟ ده أنت طول الليل في الحوار بتاع فتنة وبحر دي، ده أنت لقيك حتى ما نمتش. ومين حيجي له نوم؟ أنت مش شايفة اللي إحنا فيه؟ حاجة غريبة صح. طب وتفتكر هيعملوا إيه في موضوع فتنة دي؟ ما عارفش، بس الحكاية دي مش سهلة خالص. صح، فتنة بنت حلال ما تستاهلش كل اللي بيحصل لها ده. صح، ده حتى زينب وهي رايحة معايا القسم قلبها كانت هيتخلع منها. زينب دي قلبها في يدها، لا بيتخلع على حد ولا بتفكر الا في روحها. ليه بتقولي كده؟ صاحبتك حتى؟ لا يعني انا مش قصدي، انا بس عارفاها زين. لا 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 لا، في حاجة مزعلك. زعلك في حاجة؟ لا والله مش مزعلاني في حاجة، انت لسه جاي لانها صاحبتي يعني. قوليلي، في حاجة مزعلاكي منها؟ مفيش حاجة والله يا مجاهد، انا هسيب لك الوكل هنا، وقت ما تجوع تاكل، وانا هبقى عدي عليك اخد الصينية. موجة. ايوه. انا كنت عايز اتكلم معاك كلمتين يعني لو ينفع. صحيح، طب قول يا مجاهد قول. انا هتكلم ومش هتكسف منك. انا عارف ان انت وزينب صحاب. زينب؟ ايوه زينب، وفي حاجة عايز اسأل عليها ومحروج منك يعني. لا ما تسألش يا مجاهد، ما تسألش وسيبنا امشي. وانت عارفة انا هسألك عن ايه؟ عارفة يا مجاهد عايز تسألني على ايه؟ عشان كده بقول لك ما تسألنيش. هو في ايه؟ فيه ان زينب مش ليك يا مجاهد، فكر في مصلحتك كيف ما هي بتفكر في مصلحتها. دور على واحدة تحبك صح، وتجد لك صوابعها العشرة شمع، وتشيلك فوق راسها العمر كله. أنا نفسي يا مجاهد تشيل الغشاوة دي من على عينك. غشاوة؟ غشاوة يا موج؟ أنت عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول لك يا مش عايزة أقول حاجة يا مجاهد، أنا ماشية. هي بنات البلد كلها اتجنت ولا إيه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.